الأول دل على الإجابة الصحيحة فيما يأتي. طبعا في السؤال الأول لدينا ألف ب ج. ألف محذوف هو تابع لدرس الانتشار، درس الانتشار محذوف. لدينا خمسة أعداد المتوسط الحسابي، العددين الأول والثاني 12، والمتوسط الحسابي للأعداد الثلاثة الباقية 22، فيكون المتوسط الحسابي لهذه الأعداد الخمسة مساويا. هنا اختر الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة 18. كيف تم إيجاد الإجابة الصحيحة؟ هذا السؤال يمكن أن يأتي على شكل مسألة بغير صيغة، يعني أنه غير اختر الإجابة الصحيحة، يمكن أن يأتي على شكل سؤال. كيف تم إيجاد الإجابة الصحيحة؟ مجموع العددين الأول والثاني نقوم بضرب المتوسط الحسابي 12 ضرب كم عددهم؟ عددين 12 ضرب 2 24، مجموع العددين الأول والثاني. الأعداد الثلاثة الباقية مجموعها 22 ضرب 3 66، إذن مجموع العددين الأول والثاني 24، الأعداد الثلاثة الباقية 66. مجموع الأعداد الخمسة جميعها نقوم بجمع 66 زائد 24 90، باستخدام قانون المتوسط الحسابي للأعداد، مجموع الأعداد على عددها 90 على 5 تقسيم طبعا يساوي 18. الإجابة 18 مع توضيح كيف تم الحصول على الإجابة. في جيم ليدل مخطط الصندوق والساعدين الآتي على توزيع درجات شعبتين في مادة العلوم. إذا لدينا مخطط للصندوق والساعدين. نلاحظ المخطط، الشعبة الأولى هي الصندوق الأحمر، الشعبة الثانية الصندوق الأزرق. حفظ البيانات، الشعبة الأولى أصغر مفردة 15، أكبر مفردة 30، الربيع الأول 20، الأوسط 24، الأعلى 28. المعلومات من الرسم. الشعبة الأولى، المعلومات من المخطط الذي أمامنا. معلومات الشعبة الثانية، أصغر مفردة 14، أكبر مفردة 35، الربيع الأول أو الأدنى 22، الربيع الأوسط 25، الربيع الأعلى أو الثالث 32. ما هو المطلوب الآن؟ اعتمادا على هذا المخطط يجب أن نختار الإجابة الصحيحة. مدى درجات الشعبة الأولى. المدى في بداية الوحدة تعرفنا إلى المدى، هو الفرق بين أكبر مفردة، الفرق بين أكبر مفردة وأصغر مفردة. بالنسبة للشعبة الأولى أكبر مفردة 30، أصغر مفردة 15، الفرق بينهما 15. إذا الإجابة سي. مدى درجات الشعبة الثانية. مدى درجات الشعبة الثانية. الشعبة الثانية 35 ناقص 14، الجواب 21، أي الإجابة دي. الإجابة هنا دي. المدى الربيعي ذكرنا أثناء الدرس
المدى الرباعي وطول الصندوق، وهو الفرق بين الربيع الأعلى والربيع الأدنى، كيو 3 ناقص كيو 1 المدى الرباعي. المطلوب المدى الرباعي لدرجات الشعبة الأولى، نلاحظ في الشعبة الأولى 28 ناقص 20، الجواب 8. الجواب 8. المدى الرباعي لدرجات الشعبة الثانية 32 ناقص 22، الجواب ب 10. يجب أن أقارن بين السؤال والمخطط للحصول على الإجابة الصحيحة، وأنتبه إلى الشعبة الأولى والشعبة الثانية. الآن الربيع الأدنى للشعبة الأولى، الربيع الأدنى للشعبة الأولى، الربيع الأدنى 20، الربيع الأعلى 28. إذن الربيع الأدنى للشعبة الأولى 20، الربيع الأعلى للشعبة الأولى 28، الربيع الأدنى للشعبة الثانية، ننتبه للشعبة الثانية، الأدنى 22، الأعلى 32. أقوم باختيار الإجابة الصحيحة 22 الأدنى، الأعلى 32. أقوم بمراجعة الإجابات. مدى درجات الشعبة الأولى 15، مدى درجات الشعبة الثانية 21، المدى الرباعي أي طول الصندوق كيو 3 ناقص كيو 1 8، المدى الرباعي للشعبة الثانية 10، الربيع الأدنى، الربيع الأدنى لدرجات الشعبة الأولى 20، الربيع الأعلى لدرجات الشعبة الأولى 28، الربيع الأدنى للشعبة الثانية 22، الربيع الأعلى للشعبة الثانية 32.